الملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا غفر الله ذنوبكم. على محبة سيد الشهداء بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبلي من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلبي ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلال طويلة الأمال إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى
إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.